السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد اتفرج على علاء الدين وعلى الحاجات بتاعت ألف ليلة وليلة، كان في زي فتحة كده أو أوبننج في الحيطة، فهي دي اللي احنا هنعملها دلوقتي. خلينا نرسم مثلا حيطة هيت، وخلينا نشوفها في أي الفيشن، وأعمل عليها سيلكت وأقول له إيديت بروفايل، وهبدأ أرسم الشكل هوت. ادينا نسخة خطأ لأن طبعا ما ينفعش يبقى في خطين فوق بعض، مش مشكلة دلوقتي. طيب هبدأ أرسم بقى زي أرك كده. ونفس الارك دوت هاخد كده كوبي، ممكن نعمل عليهم سيلكت نصغرهم سكيل هيك من هنا، نصغرها مثلا بهنا. واخد الثلاث خطوط دول واقول له اعملهم الميرور الناحية التانية بالشكل دوت، وهقول له اعمل لي قط هنا وهنا، والغي الخطين دول. اعتقد كده الشكل بدأ يوضح، واقول له تريم من هنا لهنا ومن هنا لهنا. اخد بقى الشكل ده بعد كده اكرره، تمام. ممكن نقول له برضو اعمل لي قط هنا، تمام. هاخد الشكل دوت اكرره كوبي، او ممكن نعمل له ماشي كونسترين اهو، وهكذا. وبعد كده هقول له اعمل لي قط هنا وهنا وهنا وهنا، واقول له تريم. فبدأ يعملها لي بالشكل دوت. خلينا ندخل هنا ونقول له انا عايز ادخل ايديت تايب عشان نظبط الماتيريال. ممكن نقول له ايديت كاتيجوري، ونبدأ نختار مثلا زي ما انت عايز. ممكن تقول له نيو ماتيريال، او تقول له create new material. والماتيريال الجديدة ديت هتيجي هنا في appearance، وتبدأ تختار اللي انت عايزها بأي شكل من الاشكال. يعني خلينا نيجي هنا في autodesk، تمام. ممكن تقول له انا عايزها مثلا تبدأ تختار اي شكل من دول. حاجة بالشكل دوت، مثلا على سبيل المثال. خلينا نختار ماتيريال تانية، ممكن نقول له مثلا عايزين زي بنت مثلا، ده الصورة اي واحدة من دول. طيب باقي بقى بشكل دوت.